السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم مع قناة لاكي. اليوم ان شاء الله غادي نديرو شكلين من الحلوى، سهلة تجي طرية خفيفة بريزونطابل بالبزاف وبريستيج بعجينة واحدة. نتمنىكم تتبعوا الفيديو للآخر وتتبعوا كل الوصفة باش تكتشفوا أسرارها. بسم الله على بركة الله. عندي هنا 200 غرام من الزبدة الطرية مع 50 غرام من الزيت وما يعادل 50 مللتر وما يعادل حكا 3 مغارف تاع الزيت كبار. هنايا حطيت الزبده مع الزيت وغادي نحط معها سكر غلاس اللي هو السكر الناعم، حوالي 4 ملاعق كبيره معمره ومقبه من السكر الناعم. هنا راه مغربل السكر الناعم، اللي لقيت غربل لكم باسكو يدير لكم هذيك الكويرات ويغبنكم. هنا عندي 3 حبات تاع البيض. اول شيء حطيت هنا بيضه كامله، والحبتين اللي بقاو ندي منهم الصفار فقط ونحتفظ البياض نخدم به خدمه واحده اخرى. وهنا البيض لازم يكون بدرجه حراره الغرفه، الا كان في الثلاجه خرجوه خلوه يدفى من بعد عاد كي نخدموا به. بعد اللي حطيت هنايا البيضه ومع الصفار البيض، راح نضيف هنا 3 مغارف كبار تاع المايزينا اللي هي نشاء الذره، مع غير على راس المغرف من خميره الحلويات اللي هي بيكينغ باودر، وغربلت المايزينا مع رشه من الملح حوالي غرام واحد، مع ملعقه تكون ممتلئه جيدا، ملعقه تكون صغيره ممتلئه جيدا من مركز عطر الفانيلا. ساخلط جيدا كل المكونات هنايا، كل شيء راه مغربل باش تخرج لي هنايا اون بات ليس. هنايا راهي رطبه والمكونات متجانسه. الان راح نضيف الدقيق الابيض اللي هو الفرينه الخاصه بالحلويات، يعني مش متعدده الاستعمالات اللي نخدموا بها الحلوى، هي تي 45، راهي متواجده في المحلات والثمن تاعها يختلف غير بشويه على الفرينه الاخرى او الدقيق الابيض. ساخلط كل المكونات هكا. ضفت حوالي 11 مغرف تاع فرينه معمره ومقبه غايه، وهنا صديبو نوعيه الفرينه، المهم تخرج لكم عجينه رطبه ومشي ناشفه. هنا كنت غير بلا سباتول، من بعد غادي نخدم غير بيدي، بغي نجمع ونلم هذاك العجين مع بعضه البعض بدون عجن. كما راكم تشوفوا كل خطره نزيدو غير بالمغرف باش ما نشفوهاش بزاف. هنا غادي نبدا هكا نجمعها حتى نوري لكم قوام العجينه. شوفوا معايا هنايا، نعاود ناكد لكم غادي غير تجمعوها وتلموها، جامي لا تعجنوا الكاطو. هنا بالنسبه للاخوات المبتدئات، هنا شوفوا العجينه طريه جدا هكا، غادي نغطيها بالبابيي فيلم او ورق غذائي ولا، ونخلوها ترتاح هنايا ماشي في الثلاجه، غادي نخليها على جهه ترتاح حوالي 10 دقائق ربع ساعه على حسب، المهم ما تفوتناش ربع ساعه. هنا عندي القوالب الحديديه تاعي انا ما تلصقش، اللي تخاف منها تلصق ولا تكون عندها جديده تدير رشه تاع فرينه فيها ومن بعد تنفضهم وتخدم بهم. درت هنايا القليل من العجين، بعد اللي كورته في يدي حوالي هكا 15 غرام حتى 12 غرام، وتحطيه هنايا على حساب المول، وتبدي هنايا تتراسي فيه على حساب المول هكا، يعني تقعريه في الداخل باش من بعد ان شاء الله كي يطيب نقدر نعمره. ونواصل كما هكا الحبه الثانيه معكم. وملاحظه اخرى ايضا، ما تغلطوش هنا في الحواء في العجينه، يعني ما تكونش غليظه بزاف، تكون متوسطه، كل حاجه كاع متوسطه تكون مليحه كما راكم تشوفوا هكا. ومن بعد غادي نجيبوا هنايا الكارفو اللي هي الشوكه ونبداو نثقبوا فيه، يا اما تستعملوا العود الخشبي وتثقبوا غايه هاد الحلوه اللي درتوها، يعني لي باركيت ولا اي نوع درتوه. المهم هنا هذه هي عجينه الطارتلات، تجيكم لازم تثقبوها عفوا، وايضا تكون متوسطه في الحجم عند الحواف. ندخلوها طيب على درجه حراره 180، نشعلوا عليها غير من تحتها في الشبيكه الوسطانيه، واللي يكون الفور تاعها مقاوي بزاف طلعهم حتى الشبيكه الثالثه، نخليهم يطيبوا حوالي 10 دقائق فقط وتعسوهم وما تسهوش عليهم. هنايا دخلتهم يطيبوا، غادي ندير معكم الشكل الثاني. الحلوه تاعنا اليوم هي الكوكياج، شوفوا هنايا ايضا الليمون تاعي ما يلصقوش، درتها بنفس العمليه الاولى عفوا منكم، تقعروه ثاني غايه وتثقبوا بالكارفو. وهنايا ثاني ندخلوهم يطيبوا على درجه حراره 180 10 دقائق فقط. بعد اللي خرجتهم شوفوا خرجوا لي ما شاء الله هذاك اللون اللي داوه اللون الذهبي فقط، يعني ما تكحلوهمش ولا متحمروهمش بزاف. وهنا راني ندير لهم في التزيين بتوفيا الكراميل، بعد اللي بردوا لي تماما عاد كينا نبدا نزين فيهم.
وهنا كل وحده والتزيين تاعها، لكن بهذا التزيين اللي غادي نعطيه لكم والطريقه يجوا اكثر من رائعين. هنايا بعد اللي كملت كل الحبيبات اللي عندي، عندي هنايا كاس تاع غبره شونتيي، حوالي الكاس فيه 200 مللتر، وهنايا عندي كاس الا اصبعين من الحليب البارد جدا او المثلج. غادي هنايا جبت الباتور او الدراب الكهربائي ونطلعها حوالي 6 دقائق حتى ل 7 حتى اللي رجعت لي القوام تاعها كيما هكا متماسكه جدا. بعد ضفت لها نصف كاس من جوز الهند اللي هو نوت كوكو وخفقت كل شيء مع بعض ورجعت لي هذه الكريمه كيما هكا رائعه بالبزاف وبنتها اكثر من رائعه. هنايا اللي ما تبغيش جوز الهند تختار اي نكهه اي مكسره تبغى تديرها ديرها، لكن تكون فان. هنايا درتها في لابوش ولا في جيب حلواني بقمع مسنن يكون صغير شويه ونبدا ندير كيما هكا ونعمر في الطاقتلات تاعنا. يعني هاد الحلوى راح تكون كيما بخاص كيما الباتيسري، يعني كي تاكلوها بزاف 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 بنينه بريزونطابل بريستيج بالبزاف. شوفوا هنايا وتجي بزاف طريه، يعني تحطيها في فمك رايحه تذوب. شوفوا هنايا راح نكمل كل الكميه اللي عندي ندخلها للثلاجه، دخلوها في الفريجيدار تشد روحها وتحكم روحها. فهاد الاثناء رحت غادي نخدم معكم الشكل الثاني. هنا بعد اللي طابت لي شوفوا ثاني هي دات لي الشكل الذهبي الرائع. هنايا عندي 3 مغارف كبار تاع مربى المشمش مع حوالي هنايا 100 غرام تاع حلوة الترك اللي هي الشامية. هنايا شتوني درتها غير بيدي كيما هكاك وخلطتها مع هذيك الكونفيتور حتى ولات لي شوفوا هنايا ولات لي طرية مع بعضها البعض، وزدت لها عطر النوغا باتاغوم نوغا، يعني عطر زائد ملون. هذا العطر بزاف بزاف بنين. هذيك القرعه اللي شتوني درت بها اول قاروره 100 دينار راهم متواجده في المحلات بائعين الحلويات. هنا عمرتها غايه كيما شفتوني ودرت حبه فوق حبه وغلقتها. بهذا الشكل راح نكمل كل كميه. هنا غادي نفوتوا للشوكولا، عندي هنا شوكولا اولي يعني بالحليب والشوكولاته الداكنه السوداء، خلطتهم مع بعضهم. درت حوالي هنايا يعني الكميه كانت متساويه حوالي 250 غرام، حطيتها في حمام مائي وغادي تمر عليكم رابط كيفية تذويب الشوكولا بدون أي مشاكل. هنا الأخوات هكا اللي تكون عندهم مشاكل في الشوكولا وتذويبها غادي تلقوه فيديو بالتفصيل. هنا راني خلطتها كما شفتوني مع ملعقة، هذيك الملعقة اللي درتها ملعقة صغيرة من المايزينا اللي هي نشاء الدورة. علاش درت المايزينا في الشوكولا؟ درت المايزينا في الشوكولا باش تحكم لي غاية وما تدوبليش في الحمان ولا في السخانه هاد الشوكولا ما تذوبش. يعني هاد الحيله اللي نديروها كي تكون عندك عرس، تكون عندك يكون العيد في الصيف، يكون حاجه ولا الشوكولا ما تذوبلكش وما يبقالكش هذيك المشكل تاع الشوكولا في الكاطو يذوبلك ويسيح. هنا تشد لك غايه وتقضب لك لاطول مده وغادي تشوف النتيجه في النهايه، يعني في نهايه الفيديو كيفاش كان. كملت كل الحبيبات تاعي وخليتهم نشفوا. شوفوا معايا الشكل تاعها بزاف رائع مع هذاك الشكل تاع الخطوط اللي درناهم بالجيب الحلواني. شوفوا زادوها جمالا لهذه الحلوى. اما الشكل الثاني ها هو امامكم كما راكم تشوفوا، غلاصيت الحبات تاعي بالشوكولا ودرت فوقهم حبه تاع لوز. الان راح نقسم معكم الحبات تشوفوهم كيفاش جاوا. اول شيء هنا الشكل الثاني غادي نقلع ديك اللوزه. شوفوا هنايا كيفاش لصقت لي هذيك الشوكولا اللي ديروا لها المايزينا تجيكم قاصحه تقساح وايضا تولي تشد لكم الكاطو تاعكم. شوفوا هنا ما شاء الله، شوفوا ديك لافاكس كي تبقى لي طريه، وهنايا القاعده اللي ما فيها الشوكولا شوفوا كيفاش تقعد طريه. اما البلاصه اللي فيها الشوكولا تقعدكم قاصحه قلت لكم، ومام الشوكولا تشد لكم والكاطو تاعكم اللي يكون فيه الشوكولا تشد لكم اطول مده ممكنه. سيغتو الاخوات اللي يسكنوا في المناطق الساخنه ولا الصحراء ولا يعني يحسن عاونهم في الكاطو اللي يكون فيه الشوكولا، لكن هاد التدبيره غادي ان شاء الله ان شاء الله تفرج عليكم جميعا. شوفوا هنايا هاد الكاطو الشكل الاول، شوفوا هنا بلاصه الشوكولا دائما قلت لكم قاصحه، لكن البلاصه اللي ما فيها الشوكولا تكون تذوب في الفم. وشوفوا هنا طبقه الشونتيي مع طوفيا كراميل بزاف بزاف بريزونطابل وبريستيج، رائعه جدا هذه الحلوى بمذاق تاع الجوز الهند. قلت لكم لي ما تنجماش دير مكسره تكون فان، اي حاجه تختارها هي. شوفوا معايا هنايا بلاصه الشوكولا قلت لكم قاصحه وبلاصه اللي ما فيها الشوكولا طريه بالبزاف. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله فتكم في هذا لا فيديو وان شاء الله كنت خفيفه عليكم. ان شاء الله ربي يحلي ايامنا وايامكم. استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى وصفه مقبله باذن الله تعالى.